قبل ما نحكيه على القارة الأفريقية مباراة تونس جنوب أفريقيا، وسعيد جدا يكون حاضر معنا في المباشر وتجربة جديدة للمدرب المساعد مرضية رضوان الفالحي من المغرب، باش يكون مدرب مساعد للسبيشال وان فوزي البنزارتي على رأس الوداد المغربي معنا في المباشر رضوان الفالحي. مرحبا رضوان. بري مرحبا بك حتو، مرحبا اخويا بالناصر، وما نعرفش شكون اخر الاستاذ طارق العليمي، الدكتور صادق قحبيج وسهيب زروق. ايه تبارك الله اخويا، لميت العشائر الكل يا اخويا. ربي يفضلك. شنو احوالك رضوان؟ والله تريبيان الحمد لله. انا اون سادابت اخويا في ستاج بلوكي، وتعرف لي سيونس ورا بعضهم، دونك الحمد لله صافا. الحمد لله. يعني باش نحكيوا على تجربه جديده رضوان الفالحي، يرجع مره اخرى مع فوزي البنزرتي بعد اون اكسبيريونس كانت في الجزائر عمناه، ونورمالمون مره اخرى مع الوداد المغربي، وتحدي اخر بالنسبه للكفاءات التونسيه في التدريب خارج حدود الوطن. رضوان اليوم تجربه اخرى، خليك انت تحكينا عليها بطبيعه، نحكيوا بعد شويه في كلكو ديتاي. والله تجربه الحقيقه ما تنجم تكون الا باهيه في فريق كبير الحقيقه الوداد على المستوى الافريقي ومستوى العالمي، دونك فريق محترم جدا. الفتره اللي فاتت يمكن النتائج ما كانش في احسن حالاته الفريق، بالرغم من معناتها قدوم سي فوزي كان في ظرف صعيب، لانه الماتشات كل نهارين ثلاثة ايام كانت عنده مقابله. الحمد لله تم الاتصال بي الفتره الاخيره باش ندعم معناتها الاطار الفني، والواحد يحاول يوظف الخبره نتاعه ويقدم الإضافة إن شاء الله للمجموعة هذه. تبقى كما كنت نحكي لك، أكيد ديما معناتها الكفاءات التونسية موجودين أمبو بارتو. سي فوزي لهنا عنده محبة كبيرة برشا الحقيقة، كسوا جماهير الوداد أو حتى الرجاء وبقية الفرق. إن شاء الله الأوبجيكتيف نتاعنا أكيد باش نخدمه ونحاولوا نرجعوا الوداد للنتائج الإيجابية. كما كنت نحكي لكم بعد الفترة الأخيرة كانت فما ديسيبسيون صغيرة في النتائج، وان شاء الله الحقيقه الجروب فيه كاليتي، وحتى سي فوزي تعرفوا الناس كل كانت عنده بعض العروض الفتره الاخيره، ومعناتها خير انه يقعد ومعناتها يواصل بالواجب نتاعو، لانه اي لانه يمن بالمجموعه هذه والكاليتي، وخاصه زاد حتى على مستوى الاداره ناس معناتها عاطيه ثقه كبيره في سي فوزي والاطار نتاعو. ولا شخصيا معناتها اكيد ما تنجم الا تقدم لي الاضافه تجربه كيما هذه، الواحد في السي في نتاعو بعد التجربه الاخيره زاده في الجزائر ان شاء الله تكون موافقه، والواحد يكتسب التجربه اللازمه. ديما نقول انا في اون بيريود دابرونتيساج والحمد لله. والحمد لله. نورمالمون معكم في الاعداد البدني ايضا مجدي سيفي هكا ولا رضوان؟ معنا مجدي سيفي زاد الكومبيتونس من احسن معنا في تونس على مستوى الاعداد البدني. وان شاء الله ربي يوفقنا الكل. فوالا دونك مجموعه محترمه تقعد الخدمه تجيب. الفتره هذه عن ستاج بلوكي تقريبا اكثر من 11 يوم. تعرف سي فوزي ميثود الترافاي نتاعو، دونك لازمنا نشارجيو بالكدا، لازم تكون فما برشا خدمه على المستوى البدني، وان شاء الله ما فما كان الخير الفتره القادمه ان شاء الله. اليوم نصر البدوي نلقاو الكوتش فوزي بنزرتي، رضوان الفالحي، مجدي سيفي في الاعداد البدني. مرة أخرى الكفاءات التونسية تثبت أنها عندها قيمة متاحة كبيرة على مستوى الأندية الكبرى معناها في شمال أفريقيا ولا حتى في العالم العربي. أول حاجة رضوان أنا حقني ما بتيتش برشا وجيت بحذاك الحوار باش أنت تمشي للمغرب، معناتها هذه حاجة. وجهك مبروك، وجهك مبروك نصورة. إن شاء الله مبروك رضوان، أنا فرحان برشا أنك اليوم تجربة جديدة. رضوان الفالحي من الملاعبية ومن لي زونترونور اللي نفتخروا، معناتها اليوم ينضم المدرب ما نجموش يختلفوا زوز، نحكيوا على فوزي بنزرتي، هو قام من قامات التدريب في تونس، هو مدرسة رياضية في حد ذاته. هو فوزي البنزرتي لو فات انه عبد يخدم معاه يتعلم منه كل يوم وكل لحظة وكل درج بالتجربة اللي عنده بالألقاب اللي عنده بالإكسبرينس اللي عنده. سيرتينمون انا الإطار الفني التونسي اللي بعد ساعات الناس بعض الناس تشكك في القيمة الفنية نتاع الإطار الفني التونسي، الإطار الفني التونسي لا وين مشى خلى البصمة نتاعو. ولا بروفوني اليوم فوزي بنزرتي مش قاعدين يعيطوا له على سود عينيه، لا بروفوني هذه المرة الثانية والثالثة ظهرلي ولا الرابعة يمشي للمغرب على خاطر على الكومبيتونس نتاعو. نحييه ونحيي الإطارات الفنية التونسية الكل. رضوان الفالحي اوكي اليوم مع الوداد المغربي صحبة الكوتش فوزي البنزرتي، لكن جي موانزان 24 ساعة قبل مباراة المنتخب التونسي وجنوب أفريقيا، نحب كلمة منك مساج رضوان الفالحي، شنو يلزمنا في المقابلة هذه بعد كلامك أنت بطبيعة باش نربط ندخل في موضوع المنتخب الوطني ومواجهة غدوة قدام جنوب أفريقيا. رضوان والله شوف الحقيقة ما نجم نكونوا الا ايجابيين قبل المباراه بيوم، يظهر لي الميساج كل لازم يكونوا بوزيتيف من الاعلام المحللين من الجماهير، لانه صحيح احنا حاطين رواحنا في وضعيه صعبه سيرتون بعد ماتش الاولاني مع ناميبيا، وحتى الماتش الثاني كانت فما بعض المؤاخذات، لكن تو يظهر لي امام حتميه الانتصار.
نربحوا بحول الله معناتها لي شانس نتاعنا موجودين. اذا نمنوا باللي كاليتي نتاعنا اي سورتو معناتها نخدموا في الكونتينيتي، لانه في بعض الاحيان توا انا كنت في البلاتوات معاكم ونسيت شوي الناس كل تقول انه اوني با كابابل باش نعملوا لاتاك بلاسي وباش نبنيوا اللعب والكره التونسيه ماشي وتوخر سي فري، لكن ورينا مثلا في البونتو الاخراني مع مالي انه اوني كابابل معناتها باش نمشيو افيك 7 8 توش و افيك دي موفمون de permutation avec l'appel ou qui fait sortir des défenseurs donc عندنا معناتها الكاليتي موجوده تقعد التوظيف نتاعها لازم يكون معناتها في اكزامبلير اي سورتو الاعتماد على العناصر اللي تكون عندها الجاهزيه بارابور للمباراه هذه اي سورتو زاده بارابور لادفيرسير لانه الحقيقه شفت الجو نتاعو يلعب برشا على لي كولوار اي سورتو معناتها عنده على المستوى الهجومي نجم يقلقنا تبقى دفاعيا عنده برشا ديفايونس مطالبين باستغلالها اي زاد مطالبين لانه في المباراه الاولى حسينا حتى على مستوى التحليل الفيزيوناج ولا غير اونيتي با بري معناتها ان شاء الله المباراه هذه نكونوا حضرنا لها كما يلزم ندرسوا الفريق المنافس وانا متاكد انه الملاعب التونسي كي يبدا دو مير راهو لي كابابل باش يعمل حاجات باهين ان شاء الله ما يخذلوناش الاولاد عندنا فيهم كونفيونس الناس كل ان شاء الله ربي يوفقنا ونشوفهم في الدور الجاي ان شاء الله وان شاء الله ربي يوفقك انت ايضا رضوان الفلحي مع الكوتش فوزي وسلم لي على الاولاد كل اخويا عندي برشا عليهم وسيرتو ناصرك الضحكه نتاعك يعيشك وربي يوفقكم يا يعطيك الصحه شكرا لك رضوان الفلحي بالتوفيق لك انت الكوتش فوزي البنزرتي ومجدي السيفي وكل الاطارات التونسيه العامله خارج حدود الوطن مهمه جديده بطبيعه في فريق كبير الوداد المغربي ان شاء الله بالتوفيق رضوان الفلحي على الاولاد باش نحكيو توا هذا المنتخب خبر الوطن التونسي توجيه موانزان سي ناصر طارق صهيب ولا الدكتور صادق قحبيج عنا برشا من